بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد مثال على كيفية إثبات العملية المالية وفق معادلة الميزانية، أو إسقاط أي عملية مالية على معادلة الميزانية. تعالوا مع بعض نشوف. بدأت شركة الرضا عملها التجارية برأس مال، يبقى عندنا اللي هو رأس مال جاي مقدار 50,000 دينار، تم إيداع المبلغ في البنك. يبقى عندنا اللي هو رأس المال وعندنا البنك جاي. طيب الآن رأس المال صنفناه اللي هو عبارة عن إيش؟ عن حقوق ملكي، تمام. والبنك صنفناه اللي هو النقدية في البنك اللي هو عبارة عن أصول. فلو جينا قلنا على نفس المعادلة، هاي البنك اللي هو أصول، آسف خلينا هاي البنك. طيب خلينا نحط شرط يساوي، فيش خصوم، بحط شرطة، تمام. ثم بحط إشارة زائد، عدلها شوفها، هاي البنك فيش خصوم، وفي عند اللي هو ايه رأس المال جيد. طيب يبقى الآن البنك يساوي ما فيش خصوم على الإطلاق، يساوي رأس المال. طيب المبلغ قديش؟ 50,000. الحين رأس المال قديش مقداره؟ 50,000. طيب والفلوس اللي انحطت في البنك قديش؟ يبقى الفلوس اللي انحطت في البنك 50,000، وهي شرط يساوي، والفلوس رأس المال 50,000. يبقى هاي المعادلة طبقت اللي هو البنك يساوي رأس المال، لأن فيش خصوم، هدول هيك البنك يساوي رأس المال، وخمسين يساوي 50. تعال مع بعض نطبق هنا. هاي البنك بحطه عند الأصول، ورأس المال بحطه عند حقوق الملكية، تمام. نيجي قيمة البنك 50,000 وقيمة رأس المال 50,000، تساوي. يعني لو احنا عملنا هيك، معلش احنا بس عشان اللي هو خليه شوف اهي، 50,000 هذه 500، لا خلينا نشيل، وهي 50. وعلى نفس الأسئلة السابقة هنبدأ نطبق على معادلة الميزانية. هناخد مثال ونقول مثلا بدأت شركة الرضا عمل التجارة برأس مال مقداره مثلا 100,000 ودعت في الصندوق. هيصير في عندنا رأس مال وصندوق. هنشوف رأس المال وين حيروح والصندوق وين حيروح طبعا، والقيمة واحدة. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة